يعني ندخل لقضية بسيطة لغوية سريعة تؤكد ما سيادتك قلته والسادة العلماء، وإلا معروفة للاستثناء في اللغة. نعم. وهنا أسلوب قصر يعني. نعم. ليس إلا. نعم. فليس عليك علي ليس لك عليهم سلطان ولا سطوة ولا قوة إلا استثناء. استثناء إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. الغاوين اللي هم الضالين، مش كده؟ الغاوي هو الضال. الضال الذي فارق الطريق المستقيم. طيب مولانا أبا عبد الرحمن، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هم مين؟ يعني الذين اتبعوا إبليس وإبليس معهم. نعم. ولا مين يعني حسب قول العلماء؟ مسألة ربي سبحانه كما بينت ضرب صراطا مستقيما. نعم. في هذه الدنيا، وأمر بني آدم أن يستقيموا على هذا الصراط. اللي هو وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نعم. فتفرق بكم عن سبيل. نعم. أمرنا الله عز وجل أن نسير على هذا الصراط المستقيم. تمام. وهذه هي العبودية. تمام. ونحن جبلنا على العبودية لله أو لغيره. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العبد لابد أن يكون عبدا لله أو لغيره. فإن لم يتعبد لله تعبد لغيره. وعلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد المرأة وعبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، إلى آخر الحديث. نعم نعم نعم. طيب. نعم. السير على الصراط المستقيم هذا على جنبتي الصراط هذا في شهوات. في شهوات. هذه الشهوات كأنها خطاطيف تجذب الناس. تجذب الناس هكذا. كثير من الناس لما يأتي يسير على الصراط المستقيم ويجد هذه الخطاطيف يستسلم لها. والعياذ بالله. هذه الخطاطيف تماما تماما هي الخطاطيف في الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. التي على الصراط المستقيم في الآخرة. يا سلام. اللي هو الصراط. يا سلام. خذ هذا الكلام الذي هو من ذهب. نعم أكيد. فمن استقام في الدنيا على صراط الله عز وجل ولم يلتفت إلى هذه الشهوات التي هي الخطاطيف والكلاليب، يا سلام، استقام في الآخرة على صراط الجنة. الله الله الله. وعلى قدر السبق هنا إلى الطاعة يكون السبق هناك. الله أكبر. ورب الدنيا الله هو رب الآخرة. الآخرة سبحانه وتعالى. أقول لك بقى حديث فضل. جميل جدا. فضل. لما سأل الصحابة حيث الشفاعة الطويل حيث أبي سعيد عند البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيصف الشفاعة وما فيها والأهوال والأنبياء وما شاكل هذا، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجسر أو بالجسر، وكلاهما صحيح يعني. نعم. قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال عليه الصلاة والسلام: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وشوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. الشاهد من هذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن عليه على الصلاة هذا يعني كالبرق. يا سلام. لأنه هو في الطاعة هنا كالبرق. يا رب اجعلنا منهم يا رب. ومنهم كالطير. يا سلام. وأجاويد الخيل والركاب. الله. وكالريح. يا سلام. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. ولا يثب الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اذا هنيجي نمر على الصراط. يلا اتفضل عدي. كيف امر من على هذه الظلمه؟ على حسب العمل وعلى حسب الصراط في الدنيا. فياتي العبد يمر، فمنا من يسلم. طب مين اللي بيسلم ده؟ اللي هو لما كان في الدنيا لم يلتفت الى الشهوات. طب مين اللي بيخدش؟ قال ابن منظور وغيره: والخدش هو الخمش. خمش لما كل واحد مثلا قاعد ياكل وفي قطه راحت خمشاه كده وموزعه اللحم بتاعه، كذلك هذه الكلاليب تخمش العبد، تخمشه وتقطعه. هذا هو الثاني. تمزقه. اي نعم. الذي التفت الى الشهوات هذه. اما الثالث فهذا مكدوس في نار جهنم، اول ما يحط القدم تزل به القدم في نار جهنم. وهذا هو الكافر. الشاهد من هذا لما بيسقطوا في جهنم، جهنم عبارة عن دركات، فهي ليست كمثلا درجات هكذا، لا هي هكذا هكذا. فينزل
حتى يستقر في بركة. يعني كأنها طبقات. نعم. ما هي طبقات. أدوار. ما هي بركات كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم أو العلماء. فهي بيستقر في الدركة بتاعته. فله جزء مقسوم من قيمة العذاب، من الإهانة، من كل شيء. وكل طبقة تختلف عن الطبقة التي قبلها أو قبلها أو نعم. بعدها. العجيبة أستاذ محمد أن الواحد يلقى من على شفير جهنم ثم ينزل في دركاتها وقاعها 70 سنة. قاعها 70 سنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة في يوم فسمع وجبة، وجبة يعني إيه رشفة وما شكل هذا، فبان عليه الفزع أو الخوف عليه الصلاة والسلام، فقال: تدرون ما هذا؟ هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة لم يصل إلى قعرها إلا الآن. يا سلام.